سيواجه منتخب المغرب منتخب ليبيريا في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وتدخل المباراة لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بكوديفوار بداية السنة المقبلة. وكان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا المقرر يوم 9 شتنبر من تصفيات أفريقيا بسبب الزلزال الحوز، وحجز منتخب المغرب مكانته في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة ب7 نقاط، وودعت زيمبابوي البطولة بعد أن تم إيقافه من قبل الفيفا، بينما ليبيريا تتذيل المجموعة بنقطة واحدة. ويضرب المنتخب المغربي موعداً مع منتخب ليبيريا يوم 17 أكتوبر 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة على 8:00 مساء بتوقيت المغرب و9:00 مساء بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على أرضية ملعب أدرار بمدينة أكادير، وسوف يتم نقل أحداث المباراة على القناة بين سبورت القطرية وقناة الرياضية المغربية. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي.